هاي جايز كيفكم؟ اليوم هطلع احكي بهيدا الفيديو عن التوبيك الهايبر اكستنشن اللي سبق وحكيت عنها بالستوري على الانستا وعلى الفيسبوك، وتبين انه من كتير من الرفقة والعالم اللي بعرفها انه عم بتعاني من هيدا الموضوع، وكمان حتى من العالم ما بعرفها وعم شوفهم بصلاة الرياضة او يمارسوا حياتهم طبيعية انه هن بتجاهلوا بهذا الموضوع عم بيكملوا حياتهم طبيعية. فاليوم حاحكي عن المين بوينتس يلي عم بتخلي هيدا الجوينت ترجع لورا او تقدم لقدام، بس هي غالبا عم بتكون دافشه لورا اكتر. وكمان ليش هيدي القصه خطيره ولازم نعالجها قد ما فينا باسرع وقت، لانه عضله الفيمير الثاي بون عم بتكون معاكسه للتيبيا يلي باللور بارت اوف ذا ليج، عم بيكونوا معاكسين لبعض وعم بيجتمعوا على هيدي الجوينت. وبهالحاله عم بيصير مع الحياة الطبيعية، لما تمارس حياتنا الطبيعية عم بيصير في كتير ستريس على هيدا الجوينت بطريقة مش غلط، لأنه راكبين على بعض هول العظمتين بطريقة غلط وعم بيأثروا يوم عن يوم وعم بيقللوا من عمر المينسكس الغضروف والليجامنتس والأربطة يلي بعدين عم نواجه فيهم كتير مشاكل خصوصا مع التقدم بالعمر. فحبيت اطلع احكي عن الاساسيات وكيف بدنا نحمي هيدا الجوينت. هلا النقط المهمه، اول شيء قبل ما ببلش ولا شيء رياضه، قبل ما ببلش ركض رانينج بالجيم ويت ليفتنج، فاول شيء لازم نشتغل ونعمل سترينثينج وستابيليتي لهدول الليجامنتس يلي عم بيخلوا هالجوينت منا ستيبل، عم بتضل في عندها مشاكل يعني عم تروح وتجي لقدام ولورا. هن المين القصص هن الاي سي ال، الليجامنت المسؤولين عن هذا الموضوع هن الاي سي ال والبي سي ال، بوستيريور ليجامنت والانتيريور ليجامنت اللي عم بيخلوا هني تخسر ستابيليتي تبعتها. فقبل كل شيء انا بدي اشتغل وقوي هدول الليجامنتس مزبوط، سترينثينج وستابيليتي لهدول الجوينت لخليهم يجمعوا على يجمعوا ويكمشوا هالجوينت مزبوط قبل ما بلش اشتغل عليها. وبعدين فيني بس قوي هالجوينت والبوستشر تكون منيحه، انا بعدين فيني اعمل اللي بدي اياه ان كان ويت ليفتنج او شيء بحيلا شيء. الاول المسلز اللي على الثاي بون كمان اللي هن كثير مهمين وبشيلوا حمل كثير عن الجوينت. نحن اكيد نعرف انه كل جوينت كل ما كان العضل عليها اكثر كل ما شلنا ستريس عنا اكثر، وخصوصا عضله الني جوينت اللي هي اكثر شيء عم بتشيل وزن الجسم. فنحن كل ما شدينا العضلات كل ما قويناهم كل ما عم نبعدهم عن بعض هالجوينت ما عم بيخلين نحتكوا بطريقة مزعجة، وخصوصا يلي أوزانهم عالية يلي عندهم كتير وزن زايد كمان هيدي القصة بتزيد عندهم الخطر انه لا سمح الله يلتهب عندهم هيدا الجوينت او يصير عندهم انجري بالمينسكس او بالليجامنتس. فقبل كل شيء اول المين الليجامنت اللي هن الاي سي ال والبي سي ال نقويهم مزبوط لحتى يكون عندي بوستشر مزبوطه ويلتقوا هالعظمتين ببعض اللي هن الفيمير والتيبيا، يلتقوا بطريقه مزبوطه يعني بلاين واحد يكونوا، بعدين انا بقدر اشتغل على اللي بدي اياه. انا هون بكون ضمنت وريحت راسي انه صار عندي ستابيليتي وقويت وسترينثينينج بهيدي الجوينت، لبعدين انتقل قوي كل شيء مسلز اللي على الليج اللي هن بيكونوا على بيكونوا الكوادريسبس والهامسترينجز، بدي اقويهم قد ما فيني. بعدين كمان مثل ما حكينا انه بيشيلوا حمل بخففوا حمل عن الجوينت. وان شاء الله تكونوا استفدتوا بهذا الموضوع، وبتمنى تعملوا شير لاصدقائكم للاهل للعالم بتعرفوها وبتحبوها وبتغاروا على مصلحتها وتدل صحتها منيحه ويكملوا حياتهم طبيعيه نشاطهم باستمرار وطبيعه، وكمان مش كرمال لقدام ما يعانوا اكثر واكثر مع العمر بموضوع الجوينتس. وان شاء الله انا بدي اطلع كمان نجيب كلاينت، نجيب حدا من هول الاشخاص يلي عم بيعانوا واطلع احكي انه يكون عم بيعاني من هذا الموضوع، واطلع اشرح اكثر شو هن الحركات اللي بنشتغل عليها لنقوي هدول الليجامنتس. وهذا كل شيء، ثانك يو لكم.